السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. وفاة الدكتور إبراهيم زروق وزوجته إثر تعرضهم لاستنشاق لأحادي غاز الكربون المنبعث من المدفأة بحي 800 مسكن عدل بولاية تسمسيلت. الفقيد هو رئيس لجمعية العناية بالمريض وذوي الاحتياجات الخاصة، ويشهد له أنه من خيرة رجال المنطقة. رحم الله الفقيد وزوجته وألهم ذويه الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.